طبعا قبل ابتدي نشأة التوقيع الالكتروني بدأت مع مصاحبة مع البطاقة الذكية، وبذلك ان احنا ابتدينا في انشاء البنية التحتية للمفتاح العام لإصدار الشهادات الالكترونية الخاصة في البطاقة، ومن بعدها انشأنا التوقيع الالكتروني، شهادة التوقيع الالكتروني الخاصة بالفرد. التوقيع الالكتروني يحتوي على عدة شغلات ممكن الاستفادة منها، سواء كانت في التعاملات الالكترونية واللي صدر قانونها مؤخرا قانون 20/2014 في سنة هذا، واللائحة التنفيذية الخاصة في 2015 شهر 2. طبعا هو إثبات هوية الفرد حالها حال البطاقة المدنية، تثبت هوية الفرد في التعاملات العادية والحياتية في اليومية، وهو التوقيع الإلكتروني إثبات هوية الفرد من خلال التعاملات الإلكترونية من خلال الإنترنت. هذا هو باختصار التوقيع الإلكتروني. طبعا شنو مجالات العمل فيه؟ إني أنا ممكن أعرف عن هويتي الشخصية من خلال أي معاملة من المعاملات الموجودة في الإنترنت اللي تمس أغلب الشرائح الدولة هني واللي هي يستفيد منها. بذلك أنا ماني محتاج إني المراجع يجيني هني، بالعكس هو قاعد ببيته ولا في عمله ينجز معاملته وينتهي منها. وطبعا كانت عدة معاملات تمت بهذا الشأن. طبعا إجراءاتها سهلة جدا، هو يأتي المراجع عندنا يتقدم يوقع على طلب إصدار شهادة، وهني يتحققون من هويته، ويتم من بعدها التوجه إلى الكاونتر الثاني لإصدار وتوقيع الاتفاقية. طبعا شحق شخصين، شخصين لازم نتأكد من الشخص انه هو فعلا، يعني الشخص الاول يتأكد منه والثاني يتأكد منه، فهني عندنا شخصين موقعين على الطلب اصدار شهادة واحدة حق شخص واحد، فهي كأمن معلومات حق الاشخاص وك اضافة حق انه والله حق الاجراءات اللي موجودة عندنا لازم يكون شخصين موجودين عندنا في اصدار الشهادة. الشخص الأول يتحقق من بطاقته صالحه ونوعيته ويوقع على الطلب اللي قدمه الشخص، ومن بعدها يتوجه حق الكاونتر الثاني هني يوقع الاتفاقية اللي ما بيننا وبين الفرد نفسه. طبعا كل فرد له معنا اتفاقية هي بخصوص إصدار الشهادة التوقيع الإلكتروني.